زي ما انتم شايفين في عندي وعاء فاضي وبدي احاول امليه بطبات، فراح اجيب الطبات وراح ابدا احط واحده واحده لحديت ما املي الوعاء كامل. لازم يتملى كامل زي ما انتم شايفين، انا هيك الوعاء يعتبر تملى، يعني ما بقدر اضيف طابه خامسه، لكن فعليا لسه في فراغات. فشو بعمل؟ بجيب عندي طبات تانية، ببدا احط هاي الطبات وادخلها لحديت ما احاول انه املي الوعاء بالكامل، وهيك حتى ببين انه اتملى، لكن فعليا زي ما انتم شايفين كمان لسه في عندي فراغات. فبدي حل تاني، في عندي طبات اصغر شوي، راح اجيب هاي الطبات وكمان راح احطها هون، راح اشتغل انه املي الوعاء. انا الوعاء كله لازم يكون مليان عندي كامل حتى احقق الهدف اللي بدي اياه. وهيك ببين الوعاء مرة تانية انه كامل، حطيت فيه كتير اشياء، غطيت فراغات، لكن لسه في مجال. ففي عندي طبات اصغر شوي بقدر احطها، وهي الطبات هي راح نمليها بهذا الاتجاه زي ما انتم شايفين، وبدنا نحاول ملت لكن لسه في عندي مجال. في دايما حل، الرمل بيجي عندنا هون وبحاول انه يغطي لي كل المسافات تقريبا اللي ضلت موجودة عندي، لكن حتى الرمل ما قدر يكمل في للباقي او للكامل، فضل عندي في مجال اني اعبي كمان وما الي الا المي. فراح نشوف انه تيجي المي هون، وفعليا هاي المي بتغطي المساحات اللي كانت ناقصة، اللي كانت موجودة عندي، واللي انا بحاجة اني املي الوعاء بالكامل. شو ممكن يصير لو حطيت الرمل قبل، لو حطيت المي قبل، لو حطيت هدول الحجار الصغيرة أو الطبات الصغيرة قبل؟ كان ما كان في محل للأربع طبات الكبيرة. الأربع طبات الكبيرة تعتبر الأولويات، الأشياء المهمة، إذا ما إجت قبل ما راح يكون في محل إلها، وبالتالي لما هي بتيجي قبل بصير في محل لأشياء تانية أقل أهمية موجودة في وعائنا. ونفس الشيء بحياتنا، مش لازم نحط الأشياء المهمة جداً تحت رحمة الأشياء الأقل أهمية.